هلا مو ملاحظين معي انه منير من الصبح لهلا ما عاد بين؟ على العماية اللي عملها بيكون مدود حيله نايم بالبيت. اللي بكسر التكسير ما بينام الليل. الله يخليك خلي لك ولادك ويبعد عنك ولادك. الله ياخذ نومي ويعطيك احساس بالي. خليك يا سيدي ما بدي امري يا سيدي. يا الله هذا خليك ما بودي على البيت اليوم. ايه عم باخذ طرق اتصال كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. والله يا سيدي انا بطلع لما بشوفك حكاك كتير بيريحني. شرفي يا أستاذ فريد أنا ما عم اشتغل بس بدي أرجع كل يوم أستاذ فريد كل يوم كل يوم كل يوم الله ياخذ نامي ويعطيك يا أستاذ فريد. خلاص ماما وين تمام ما شفته هلا؟ شوفي شو اتخانق هو واخته وطلع من البيت. اتخانقت انا وياه لاني سالته ليش ما راح لعندك على المشفى. الله يرضى عليك. كون حبيبي كون. صحتين بابا صحتين. لك اليوم على الغدا فهندك سمك جعل بالي اكل اكله سمك مع التبوله. اشتقت التبوله السوريه قول لهم يحضروا لي كميه كبيره جايين ضيوف يعني يعملوا حسابهم. اوكي تكرم عينك. من وين هذا الجمال؟ هذا هو الجمال الشرقي الأصيل. ما
بس ليش مخبيها هون؟ نحن بخدمتك فهيم بيك. بتعرفي لما حكيتي لي عنه فكرته اختياره كركم. حبيبتي هدول ما بيكبروا وما بيختيروا. يعود عليكي. آسفين مشان حلاوي خديها من عند جارنا أبو عبد. ما زاد معي مصاري إلا بكره. يلا بسيطة. لأختي مسامي. هلا وسهلا. هلا 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 بأبو عبدو. هلا أبو عبدو. لك يسلموا هالإيدين. الله يذكرك بالخير يا منير. لك هذا كمان اليوم ما بين. ليكون خليل ساجنه. والله بيعملها. أنا رايح شوفه. بطول. ورجع طمني فورا. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. على سيا شاه. والله أهلا وسهلا. الله معك مع السلامة يا أبو علي. إيه الله يسلمك. الله يسلمك. خفيفي شوي بس معلش المرة الثانية نتقلها. ما في زب. ها إذا كم الحلال والله بدي قبلك. يلا روح استرزي. يلا الله معك. حاضر حاضر أستاذ يلا جاي. صفاء حبيبتي كملي الاسماء. هلا في واحد من الامن جاي ياخذهم. انا طالعه لعند المدير. ايه وشو طالعه تعملي عند المدير؟ شو بدهم منك؟ والله ما بعرف. ايه انا طالعه اشوف شو بدهم. طيب هاي الشيك مفتوح. عفوا ما فهمت استاذ. بعت لك هو فهيم بيك. طيب عم اذنك. بعد ولا عم قلك ممنوع. اصبح خليه يطلع يحكيني. استني لحظه. أهلين. حاسبة ومشية فورا. ايه هيك أخي ما حد تلزمنا. شو بكي؟ ما في شيء. ليش عم تبكي؟ ما عم ببكي. لك أمي ليش جاي هلا؟ شو في؟ كان لازم كسر له راسه بكندرتي. لمي؟ آه؟ لا ولا شيء. لك بنتي شو صاير معي؟ تركت او بالاحرى قلعوني. ليش شو عملتي؟ مو عامله كان لازم اعمل. شبك أبو ماهر؟ ليش كل هالحزن؟
المسكين منير شبه صار له يومين مو مبين. بيكون بالبيت ولا بالبيت؟ ابن اخوه عم يقول كمان هو ما شاف. الله يساعده، هالزلمة حظاته بهالدنيا قلال. مسكين يا منير. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. صدق الله العظيم. الفاتحة. بيكون راح الصبي يعني؟ وين عم ياكل؟ وين عم بينام؟ ما بتعرفي بيت حدا من رفقاته؟ لا ما بعرف حدا. بدك شو بكرو؟ تمام شو بخلي يروح ويجي؟ تغيب اسمه هذا. ما تممني الفرح. قلنا لحالنا اشتغل وريحنا بالنا. الصبي صاعب بالشوارع والبنت قلعوها من الشغل. قومي ليكون هو. Thank you.
جاي كضيف، تسمحي لنا ندخل؟ اهلا وسهلا، تفضلوا. خليكم. طيب ماشي. اهلا وسهلا. لا ما في داعي، ما في داعي. اهلا وسهلا، تفضل. اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما راح، ما راح. تعي بابا، قربي قربي لعندي، قربي. مين هدول؟ حكي لي بابا، حكي لي. فوق شوي بابا، فوق، فوق كمان، فوق فوق. أيوة هون. خي خي. قال عجبه موقفها، قام قرر يجي يخطبها. الله يخليك يا أخي، نصحني. والله يا أختي ما بعرف شو بدي أقولك، يعني الحقيقة هذا الموضوع يعني أنا رأيي إنه ما رح تبدي قرارة فيه. هي قالت له بدي فكر. إيه شو عليه؟ إذن خلوها تفكر. Thank you.
أنا برأيي خطبه ولعد أجله. والله صرنا بنخاف نحدد موعد، كل ما قلنا بدنا نخطب بيكون مات حدا ونشغل خاله فريد. يا حرق حريشك أنت، خلص أخي بنعملها على الضيق، أصلاً ما عاد حلو نعملها حفل كبير يوم طنطني، مشان المرحوم خالي أبو طارق ومشان سهام كمان. أوكي. خطبت آدمكن على الأرض هالدارة، أنتو الأحبة وأنتو للصدارة، خطبت آدمكن على الأرض هالدارة، أنتو الأحبة وأنتو للصدارة. آدمكن على الأرض مسموحة، خطبت العز جريت المرفوعة، خطبت آدمكن على الأرض مسموحة، خطبت العز جبهتي المرفوعة، يا حلوين اللي عالحالة عمتوحة، انتي للعز وانتي للإسوارة، خطبت آدمكن على الأرض غدارة، انتو الأحبة وانتو للصدارة، آدمكن على الأرض غدارة، انتو الأحبة وانتو للصدارة. بشرفك بشرفك انت ورا جوازتها؟ اعمول لحالي، ما عادت لا اتصلت وما هددت. لك انا رميتها فوتيشن، لك قام زبطت، لك تاريخ هذا ابو الفوز ما مش سهل الجدبة، قام زبطها فورا لفريال. ايوه حياتك. سوزان حبيبتي بعدين برجع بحكي معك. لك خط لك ما في شيء، بس الجرس الباب عم برن. يلا بعدين بحكي معك. يلا باي. من الأنس بيسان في ديارنا؟ يا مرحبا يا مرحبا. شو الحكاية بابا؟ لا مساء الخير، لا بوسة، يعني التنورة مقصينا شوي زيادة، شو القصة؟ فيا والله خلصنا بقى بابا، والله جيلنا كان أحسن من جيلكم. شرفي بابا شرفي، ارتاحي مشان تكملي خطبتك العصمة. شرف فهم من كلامك أنك عم تتمسخر علي؟ أعوذ بالله، أنا أتمسخر؟ شو بدي أعمل إذا جيلنا طلع خايب؟ الحق على أهالينا، أهالينا ما عرفوا ربونا لك يا بابا. يا زلمة يا زلمة، وقت جيلنا كان الأب يروح لعند بنته. إلا شو ناقصك يا بابا؟ شو بدك يا بسبس يا روحي؟ الله يرحم أيام زمان. إيه يا عمري، إيه يا روحي يا بسبس، بالآخر يا بابا قديش بدك؟ هلأ هاد اللي فهمته من كلامي مصاري؟ لكان دخيلك هالديباجة كلها على شو؟ هاد الفرق بين جيلنا وجيلكم. هلأ لو الأب كان من جيلنا وكانت بنته عم تحكي معه هيك، كان دغري بيفهم إنه بدها سيارة. أيوه فعلا معك حق، جيلكم غير جيلنا، يلعن ابوك بنت بابا. شو قلت؟ بابا هلا انت ما راح تنسي هذا الموال؟ ما راح تنسي؟ بنسى، بس حلو بحق يعرب يضل تيسير يصرف علي. ليش تيسير هو اللي عم بصرف عليك؟ لكن امي، امي من وين معها مصاري يا حسره؟ لك بيسان وهالمصاري اللي عم تاخذيها مني؟ والله يا بابا يا دوب يكفوا مصروفي. قولي لي بابا هلا صرت تعرف تسوق منيح؟ مثل الساعة. طيب نشوف شو راح يصير. يأمرني ربك يا أحلى أب العالم. حبيبتي إيه أختي، هالخميس هاد عرس مرح، خلوها للخميس اللي بعده. إيه بيكون أحسن. خالي والله مرته لزياد حلوة كتير. ايه حلوة وكويسة كتير، شايفة هالملعون زياد؟ توفق فيها لهودا. انا زعلانة منك، ها كيف بتجوز ابنك وما بتاخد رأيي؟ ها شايفة لهالملعون زياد تجوز بكير؟ امي ما حرام تجوزوا هلا؟
لك يا أمي بيحبوا بعض وهالبنت كويسة كتير. قلنا لشو نستنى ها؟ لشو؟ هلأ مثل بعد كم سنة؟ ما كان لازم يكون بيشتغل بالأول تيتجوز بعدين؟ بيفرجها الله يا أم فريق، بيفرجها الله. بعدك تتذكري قديش كنتي تركدي وراي منشان تجوزيني وأنا صغير مثله؟ تقبرني، كنت بدي أفرح بولادك بحياتي يا أمي. وأنا كمان يا أمي بدي أفرح بولادي ولادي بحياتي. الله يوفقك ويوفقه يا أمي. الله يخلي لنا إياك يا أم فريد ويطول عمرك. أمي هلق أختك أم تمام ثبتت العرس يوم الخميس؟ إيه يا أمي إيه ثبتوه. حضري لي حالك ها والبسي الفستان الجديد. أبغضر أنا أبغضي. ليش أبتقدري؟ بدي أسقي جاجة. يسعدك يا مرأة. ألف مبروك. الله يبارك. أهلين يوسف، سكر الباب وراك.
تعال قرب. خير استاذ. ساكن 50,000. لا تعدل، حطهم جيبتك بسرعة. هدول بعت لك اياهم الزلمة. ايه استاذ، بس البضاعة بتسوى أكثر من هيك، يعني 200-300,000. بحاكم عبك إنه التقى لزبون وشرة. حاكم ما في لا فواتير ولا شيء. يلا الحمد لله، نعمل كريم. المهم يخلصونا من جهة. منيح. استاذ بدي أسألك شغلة بس ما تواخذني بدي أخليك، يعني إمتى بنشوفه مرة ثانية؟ هلا أنت علاقتك معه. أنا ما عاد إلي علاقة بشيء بدوه، بتستطفل منك إله. بتقبض مصاري بتروح بتقبضه منه. يلا تيسر على مكتبك. بيت حبيبي بعدين. هلا. صح. لبني؟ لبني. دبي. مش كل مرة بكون طيب، تكون كثير طيب يا حبيبي. كمان سهرون هلا. كمان 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 كمان. صح. لك شو بك هذا؟ شو بك بيض هذا؟ بيض؟ مش شايف بيض بحياتك؟ كمان. زياد شو بك؟ ذوق شوي، احترم الموجودين. ايه بحترمه انا، شو بك؟ بلا فلسفة، يلا يلا كول كول. ماهر ليش ما عم تاكل؟ كول حبيبي كول، تعشى. بابا سهام مو صغيرة إلا ما ترجع. خايف يكون صاير لها شيء. لو صاير لها شيء لا سمح الله كنا درينا. طب وين ممكن تكون؟ بيجوز تكون عم تشتغل بشي محل وما لها عين تظهر. بتعرف عمك الله يرحمه حلق لها شعره. بجوز تكون خجلانة إنه حدا يشوفها. إن شاء الله يكون هيك. أكيد هيك بابا أكيد، يعني شو بده يكون؟ يلا حبيبي غسل وشك وريح أعصابك. يلا حبيبي يلا. فضحتيني بابا، فضحتيني بالحارة. معقول الزمور تبعي؟ إن شاء الله ألف مبروك. لك الله يبارك فيك. هات بوسة بالحارة هون بابا. لك هات بوسة الحلوان البحرية. إن شاء الله ألف مبروك هالبحرية. بيضت هلأ معك إيه؟ عيني ربك بك يسأك. فوت خليني أعمل لك أرجيني بعد شوي، بس بتسكر السيارة صف على جنب. يلا يلا ناطرك يلا. يا ميلامين ميلامين لكم ناديكم يا مامين. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. حبيبي كيفو؟ وين هربان؟ شو بك؟ عزف لي شوي فواز حبيبي، عزف لي شوي. مجابالي مجابالي خلاص إيمي. هلا هيك معقول كل يوم كل مرة بتقولي مجابالي؟ شو هالمزاج اللي عندك؟ إيش عبالي اسمع صوتك؟ عم نقلك ما جابالي، شو الشغلة بالزور يعني؟ فن هذا فن. والله حلو. لا بقى طنطني فيه، تركيه اعتقيه اعتقيه. شو بك معصب؟ كله لأنه لابس هالقرافات.
لك خنقتيني، خنقتيني بالجرافين، خنقتيني بالرسن، هذا شو بدي فيه أنا؟ خنقتيني بالأواعي. فواز حبيبي يا عمري أنت، خليك شيك، أنا بدي إياك جنتلمان، بدي أشوف حالي فيك. أنا مرتاح مثل ما أنا، مرتاح مثل ما أنا، ما بدي يصير مثل حدا تاني، ما بدي ألبس هالجرافي، ما بدي ألبس هالكيمون، ما بدي ألبس هالطقم، كله مشان يصير مثل يارو. إيه ليش؟ هو مو أحلى منك، بس أنت رتب لي حالك شوي، تقبر قلبي. لسه بتقلي رتب لي حالك، لسه بتقلي رتب لي حالك. ولك تقبر قلبي، تسلم لي إلهي، لو بيعصب علي وبيخاني، إيه والله هيبة أكتر من يعرب. بس أنا نفسي نفسي إذا شافتها سوزان شو بدها تقول؟ أكيد رح تموت من غيظة. مرحبا يا عروب. حزير مين حكى معي هلأ على التليفون؟ حزير بالأول فورا عجزت يا سيدي فريال، قال ضفر جوزة بيسوى راسك. أنا مدخلني هي هيك قالت. شو عليه؟ قبل فوز صاحبي وحبيبي وأنا ما بزعل منه أبدا. لك سوزان حبيبة قلبي، معقولة أنت عم تحطي راسك براس واحدة مثل فريال؟ لك خلصوا تركيا كم يوم وبتنسى. ايه يلا روحي روحي يا روحي. ناصر صار متصل فيي أكتر من مرة. مشان شو؟ مشان نرجع. قال هاي أنت وزياد صرتي سمنة على عسل، والمشكلة اللي تقاتلنا من شانها انحلت. طيب إذا بتحبي رجعي له. شو؟ ارجع له؟ شو جناتي أنت؟ والله والله لو ما ضل رجال بالدنيا كلها غيره مستحيل ارجع له. أصلا الحمد لله يلي كشفته على حقيقته وعرفت قديش هو ندله حقير. We'll be right back.